سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير. المهم اليوم مع هاد الفيديو هذا، مع الصباح راه كنت سجلت لكم نفس النهار اللي طلقت فيه، حطيت لكم ديك اللقطه، ديك الفيديو علمتكم بلا ما عرفتش حطيته البارح، ما عرفتش فوقاش غنحط هذا الفيديو. المهم علمتكم بلا انا راه غادي راني طلقت، ودابا جيت للدار بدلت حوايجي وكلشي، وراه قلتها لماما. ماما ما صورتش لكم اللقطه ديالها، ردت الفعل ديالها، لحقاش يوم ما تبانش معايا وما لقيت كي ندير. ومسكينه كي قلت لها صافي ماما طلقت، بدات تبكي وتسرولات لي هذاك الشيء تما. ولكن شوفوا كلشي غادي يفوت، كلشي فات صافي عادي، انا عادي صافي عندي، ماشي صافي تقبلت عادي، راه ماشي انا اول وحده ولا اخر وحده غادي تطلق عادي صافي. المهم شوفوا انا بابا تابع طالع، وانا غادي نقولها ليه وانتم معايا، نتسناو يطلع. يلا ها هو. السلام عليكم. اش درتي؟ كيف السلام؟ مازال كيفاش؟ مازال قال لي حتى الجلسه الجايه من 15 يوم. فين كنتي؟ وانت قال لي من 15. لا واحد هذاك المره كانوا قلت تدخل المداوله ماشي كل الحكم اليوم. طلقت وحق الله. الله يبارك فيك. صامت واخا واخا الواحد صراحة وصل صورة. واخا صراحة هو اخبار فرحتي مزيان الحمد لله. هو فرحت ما فرحت علاش؟ فرحت حيت فكك الله من واحد المشكل كان داير ليك ولينا داير لينا ديالنا الضجيج في الدماغ ديالنا بزاف، لا حنا لا 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 خوتك، كلشي كان ما كناش في خاطرنا. وعلى وخايب علاش؟ حيت اي والدين ما يتمناوش لاولادهم يوقعوا في هذا الشيء ديال الطلاق، حيت خايب. وحتى الله سبحانه وتعالى حتى في الحديث قال لك ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. الله ما باغيش، ولكن حلال، ولكن هو ما مقبولش، ولكن علاش؟ مادام كيريح الاطراف ما كاين باس. حنا ما نتمناوش العائلات يوقع لهم بحال هذا الشيء اللي وقع، كنتمناو الله سبحانه وتعالى يرزق العائلات الزوج الصالح اللي يصون البنات ديالهم، وحتى حنا كنا كنتمناو الزوج الصالح اللي يصون البنت ديالنا، والخير فيما اختاره الله. سمعتيني؟ هذيك كانت تجربه، واحد تسمي تجربه كيستافد منها. دولت هذيك بنت مطلقه في الدار. مساله عاليه هذا شحال الظرف حكم، شنو يدير الانسان؟ مادام الانسان مثلا غنخليوك تما غتبقاي مثلا تما، حنا عايشين على الاعصاب، ما كناش عايشين في خاطرنا، عايشين الرعب اش يوقع لك بعيده. كون عاد انت هنا في المغرب مثلا كنتي في الكركارات ولا في طنجة ولا في وجدة، كنا نصبحوا عندك. سمعتي؟ كنا نصبحوا عندك. امك والله ما كانت كتنعس الليل، اقسم لك يمين فوق اللي نلقاها كتبكي، تقول لك انا صيفت بنتي ما شنو بها، اش وقع لها؟ هادي محنا، وحنا محنين. دابا الحمد لله ربي حيد المحنه، غير حاجه المره الجايه ان شاء الله زوج مستقبلي لا سخر الله سبحانه وتعالى فيه. راه الانسان خصو يعرف الاصل ديالو والفصل ديالو، ويعرف شكون هو، واش كفء ولا ماشي كفء، وزيد الانسان يطلب الله فيه، يطلب الله. اما الانسان شحال من واحد كيعطيك واحد الصوره عليه، صوره واعره. دابا شنو الاحساس ديالك؟ انا بعدا باش تكون عارفه انا في هاد المواقف تجيني، واخا قلبي تيكون ضارني وكيتبقى بضحك. الاحساس ديالك زوجتي بنتك وقلتي صافي تزوجات، وشو رجعت لك بنت؟ سمعني، مشيتي ديتي بنت في الخرج عاود لك جوج افراد. انا كنتكلم باسم الجميع كاملين، حنا ماشي كون رجعتي غير بنت، كون شي الحياه ديالك الا كحلت مع الزوج ديالك وحنا باقيين في الحياه، واخا ترجعي بخمسه انا بالنسبه لي مقبولين عندي. سمعتي؟ علاش؟ حيت ماشي حنا ولدناك وكبرناك وربيناك في الاخر نصيفطوك اللي عنده واحد الشخص مثلا يبدا يهين فيك ويمحلك. شنو كنسواو حنايا الا ما خديناش بيدك؟ شنو الدور ديالنا؟ الدور ديالنا كوالدين ناخذو بيدك صغيره ولا متوجه حتى نموتو. ديك الساعه كنسلموا الامانه لله،
هو يتكفل بك. هو ديك الساعه الله اللي كيكمل الخدمه ديالو، ما غادي نسلمو المشعل حتى شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى. هو اللي كان اللي هو اللي كنخلي كنستأمنوه على وليداتنا، الله سبحانه وتعالى اللي كنستأمنوه. اما جيتي بلي ولا هذا، واخا جيت بخمسه، مرحب بكم. هذه حقيقه ثابته والله كيشهد. شاد في عينينا، شاد هذيك، شاد راه في عينينا وغتبقى دائما في عينينا، ويقدرنا الله سبحانه وتعالى. سمعتي؟ شاد عزيزي علينا اكثر منك. شاد راه عطاتنا واحد الاضافه في, 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 في الحياه مزيانه. اش نقول لك؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. غير حاجه والله، كيف ما الانسان تيفرح انك بعدا ارتحيتي تفكيتي منه. مو هذاك مشكل الانسان تفك منه، كاين مشكل لقى الانسان الحل ديالو كان هو هذا الفرق. واخا ما كناش حنا قابلينه، حيت ما عندناش في العرف العائلي ديالنا هذا الشيء هذا، ولكن مادام تفرض علينا وصافي حتى حنا مرحبا. اش يبقى غير هو المره الجايه الانسان يعرف فين غادي يحط الخطوه ديالو. نصيحه ليا خديجه، نصيحه ليك المره الجايه بنتي، عارفين فين تحطي الخطوه ديالك، عارفين فين تحطي الخطوه ديالك. علاش؟ حيت كان كلشي تيقول لي مزيان، شنو عارف بوحدو؟ ماشي انا اللي قلت لكم. لا شوف نقول لك واحد القضيه. شوف دابا هذيك صفحه وتطوال. شوف سمعي، قلت لي عارفين فين تحطي رجلك، ولكن كلشي قال لي شي واحد فيكم قال لي لا ما مرتاحش. هذا هو علاش قلت لك انا الانسان كيبين لك واحد الشخصيه في الاول، واحد الشخصيه يعني واعيه. ما كنتكلموش حنا، انسان واعي مسؤول حنين، كيقدر الحياه الزوجيه، كيحترم دوك الناس اللي عطاو هذيك ديك 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 الامانه. غير على وجه دوك الناس يحترم هذيك الامانه ويمشي معها بشويه 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 حتى انا. هذه كتكون النوايا اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلمها. النوايا خص النيه تكون بعد الاول، النيه تكون صادقه، النيه. والانسان تيفرح ملي بنته مثلا شحال من بنت كتمشي لفرنسا ولا لبلجيكا ولا كتمشي مثلا لشي دوله، كيمشيو عندها يزوروها والديها، وهذيك هي الفرحه. حتى حنا كنا فرحانين يجي واحد الوقيته ونمشيو نزورو تما ولا هذا، وحتى دابا ما فاش الحال. هذيك البلايصه ماشي ممكن، الا بغى الانسان يمشي يزورهم غير سياحه لراسو خاص. ممكن سمعتي، البلايص اللي ما مشيتيش اللي كان نفسك فيهم ممكن تمشي لهم بالفوريا شيفو، ما يحبسك حتى شي واحد. سمعتيني، انسان مستقل بالشخصيه ديالو. انا غير الحال الوصيه اللي كنوصيك خديجه، وهو هذه المره لا انت لا حنا معاك. ما تحمل، علاش نقول لك انا المسؤوليه ما تحملهاش بوحدك، نتحملوها معاك. كوني صفحه بيضاء قدامنا حنا، طرحي المشكل ديالك، ناقشوه كاملين، نوصلوا للحل كاملين. هذا هو اللي كنفهم انا، هذا هو، هذه هي الديمقراطيه. هذه هي الديمقراطيه، نحطوا المشكل ونتناقشوا عليه، ونتناقشوا فيه، ونوصلوا للحلول. هذه صالحه، هذه ما صالحاش، حتى نتوافقوا على واحد الكلمه تصاوب بعضياتنا، كنقولوا صافي هذه الله يسخر فيها. قبل ما نمشي للتعايش، انا نقول لك واحد المساله نقولها لك وشوفيها مزيان. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم واحد السيده كانت مزوجه بواحد السيد، وكان نعم الزوج. عرفتي شنو هي نعم الزوج؟ وبقات كتبكي وكذا. جاو عندها قالوا لها نعلمك واحد الدعاء، قولي. قالت لهم شنو؟ قالوا لها قولي اللهم اجرني في مصيبتي وارزقني خيرا منه. قالت لهم واش انا غادي نلقى احسن من داك الراجل اللي كنت انا معاه؟ غادي نلقى ما احسن منه؟ قالوا لها انت هذا الدعاء قولي ومالك، قولي وصدقي اليقين مع الله. وهي تقول اللهم اجرني في مصيبتي وارزقني خيرا منه. عرفتي بين تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبعي معي، يقول لي اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها وارزقني خيرا منها ان شاء الله. بغيت كبابا تقول واحد الحاجه، الناس الاباء وداكشي اللي متبعيني لبناتهم تيطلقوا، وبغيت تقول لهم شي حاجه. انا خديجه واحد القضيه، انا على حسب حنا تربيتنا وعلى حسب العيله. شوفي بغيت نصحي كل عائله
كل عائله كيف كل تتعامل تيبغوش بناتهم يطلقوا خاطر يتعذبوا شوف شوف كل الناس مساكن معذبين والاباء تقولوا ما يزيد تيقولوا لهم زعما صبروا كملوا هذا شوفي البنات يقولوا مساكن معذبات بزاف والاباء بحال تجيب لهم العار لا العاركم ما داروش الله سمعي شوفي حنا كنرجعوا للدستور ديالنا شنو الدستور ديالنا هذه واحد القضيه خديجه حنا بعدا من المنطلق والمفهوم ديالنا والقناعه ديالنا سمعتي حنا ملي شفنا ديك الحاله ديالك ما قبلناش حنا كعائله ما قبلناش داكشي علاش حنا خدينا تحملنا معك القرار خديتيه واحترمناه وهذه نصيحه للاباء ويسمحوا لي انا اي بنت جاتهم مكسوره يجبروها ماشي تجي البنت عندك انت مهلوكه في الحياه ديالها كانت معززه مكرمه تولي خدامه عايشه في الدل وعايشه في الاهانه وعايشه في هذا وانت عجبك الحاج عليك تقول لا صبري احنا ما عندناش هذا انا ضم لي فيق شويه جيب بنتك في جنبك وكون حداها وكون ليها السند ولا لقيتي اول حاجه بعدا بطبيعه الحال خاص البنت المراه ماشي خاصو يقول لها صبري وهذا ولكن لا ما قات ما يمكن لها تصبر صافي الوالدين خاصهم يوقفوا مع بنتهم ديك الساعه صافي نقطه نوضحها وصل لحد واحد النقطه نوضحها انا ما كنتكلمش من المنطلق ان اي بنت جات مثلا جات مغضبانه صافي بسم الله لا سمعتي لا يجب اصلاح ذات البين يمشي الانسان لا حاول شي ما يصلح داكش. المره الاولى والثانيه والثالثه ما يقنطش يصلح من جهته مشاكل تتكون من جهه البنت ومن جهه الوالدين ديال الاب كلشي يقوم بالواجب ديالو ماشي غير الوالدين ديال البنت هما المسؤولين حتى الوالدين ديال الاولاد حتى هما مسؤولين على اولادهم حتى هما يبغاو ديك العائله تنجح الوالدين الواحد كنوجه لهم انا واحد طلب الله يرضي عليكم خذوا بيد بنياتكم راه لا حول لهم ولا قوه راه البنات ملي كيرجعوا تيتسناو تيشو اول حاجه كيدخلوا كيشوفوا في العينين الوالدين واش راضين تيردوا البال تيردوا الحساسيه تكون عندهم الحساسيه الزايده والله واش غادي يقبلوا هذا الشيء تجي مسكينه البنت ديما كتشوف العينين رياكسيون ديالنا كي دايره واش غيتقبلوا ما يتقبلوش الا ما كانوش متقبلين ربما تكمدها في القلب ديالها وتبقى ترجع للعاده ديالها وما لا كتفاش جيت في الاول وماما تتوجد الغداء داكشي الزوين تقول لي اجي تاكل وتبقى انا حاضيه وانا شفت هي وماما تيشوفوا في عينها وبدا قلنا لك ما شي حاجه حيت تفكرت النهار اللي جيت وبابا عرفوني صافي دايره يوتيوب وداكشي وتيقول زعما صافي تقبلوني بداكشي ديالي اللي جيت به وبابا تيصاوب ديال الاضاءه في الكوزينه مشى بالدريا عندهم بوله صغيره دار لي بوله كبيره باش يبان الضو مزيان وداكشي كامل وبابا حتى تبقى الصوره هزاش حسسوني زعما بلا مرغوب فيا شوف مرغوب فيك بالزمنة حيت انت بنتنا ومنا وديالنا وواجب الواجب علينا حنا كوالدين حنا واجب علينا نوقفوا معاك انا بعدا واحد الحاجه اسمح لي يا خالد انا بصح نقول بالله البنت ملي تطلق راه عار وحشومه كما تيديروا الناس يبقاو مخبيين طلاق على البنت علاش الا كانت عايشه خايب ما مرتاحاش طلقات سي طلقات علاش يبقاو مخبعينها وحق حشومه حق راه معيوره حق راه يقولوا لنا الناس علاش اللي تهمك هما هي بنتك خاصها تكون مرتاحه واحد القضيه دابا كاين داك العائلات اللي كيتاثروا بالمجتمع راه ما عند المجتمع ما يعطيك راه اللي كيعطيك الله سبحانه وتعالى المجتمع راه كيف ما درتيها الا دخلتي الا مشيتي لهذا كيف ما درتيها الا بغاو يعوجوها لك يعوجوها لك ولكن الله سبحانه وتعالى الا نزل الرحمه ديالو الا نزل الرحمه ديالو عليك وطيب القلب ديالك فداك الشيء ما تهمك حتى حاجه دير داك الشيء اللي غيسلكك ويسلك وليداتك المهم غير واحد الحاجه هي ما يكونش الانسان ظالم اييه هذاك الشيء هذاك هو اللي صعيب وما صبرتيش هذه هي اللي خايبه صبرتي الصراحه لا سمعتي لا حاولتي انا راه تفاجئ انا راه فاجئ انا بعدا والله لا فاجاتني هي والله ما كنت منتظرها لا تصبر ولا بزاف الحاجات ما عاودت مناش اللي هي عاودت متاجت لهنايا قلت صبار وفاجاتني صراحه شوفي تبعوا هذيك الصفحه نحتسبوا الامر ديال ماشي امر ديال كيهمك بوحدك تيهمنا كاملين كنحتسبوا الامر ديال الله سبحانه وتعالى
تا هو الله يعاونو من الاخر يعاونو. سمعتي الله واحد الوقيته ما كتبش هذا الشيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. تيبقى بابا تشهد علينا بالاحترام وصافي كيف ما كان الحال كيبقى الاب وبيننا وبينه الاحترام ما غاديش. علاش الله قال لك ولا تنسوا الفضل بينكم. كتجي الانسان صافي ما كتبش كما تيكونوا شي شركاء مشاركين وما تيتوافقوش كيتفرقوا ما ارتاحوش بعضيات ما يمكنش يكملوا ما توافقوش في الافكار باش تالي كيتفرقوا الا ما ارتاحيتش مع شي واحد صافي تفرقوا. يمكنش كل واحد الله يعاونو. ارض الله واسعه ارض الله واسعه. وانت يا خديجه واجب علينا حنايا باش نكونوا معاك ونصونوك ونحميوك ولكن تعاوني معنا حتى انتيا على هذه الصيانه وعلى هذه الحمايه ولا لا. حتى انت الحمد لله الله يكملك بعقلك. انت راك بنت مطيعه وبنت مرضيه والله يرضي عليك ويكون منك والله يكملك بعقلك وانت راك في عينينا لا انت لا شاد ما حد هذا الروح تتسري ما حد الروح تتسري بيني وبين امك ما عمر شي حاجه غتخصك. وزيد واحد القضيه انا مازال نقول انا راجل ما المحنه ديال الامهات راه لا يعلى عليها الحقيقه كنقول انا الامهات الحنان ديالهم لا يعلى عليه سيني. وكانت امك هي المفتاح ديالي باش تقول تشرح لي وهذه 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 واقتنع وبقى فيا الحال وحسيت عاد حسيت مزيان. علاش انا راجل تنكون في الخدمه تنكون مشغول هذا ولكن هي اللي حسات وملي شفت انا شنو كان الاحساس ديالك فاش كنتي تما وداك بالاخص ديك لابيل اللي كنتي جاتك فيها كريز شنو كان الاحساس ديالك؟ ما كل ما لقيتيش الجد ما الجد غير جهد الله ما كاين غير اصعب ما صعيبه بزاف كتشوف بنتك كانت جات واحد لابيل من عنده حتي قاصحه انا كنت نسمع قدام وتنسمعو تيهضر في التليفون وانا حدا قدامي تيهضر وما لقيتش الجد بيتي تنبكي ما عمرت كنت وفاش وانا نعيط على ماما كانت كورونا نيت عطيتي مشكله هي عيط تيهضر في التليفون تيقول شي هضره وانا ما لقيتش الجد باش ندير علاش انا ملي تنبكي قدامه وداك الشيء وما لقيتش الجد وفاش وانا نعيط لماما قلت لها علاش بابا زعما سمع داك الشيء تقول لي باباك راه جاتو كريز راه حنا سمعناك بقات غير داك الساعه انت ما بغيتش نقول لك راه هو كانت جاتو كريز في الاول في داك الساعه اللي تكلم معاه الطليق ديالك ومن بعد عاوتاني لا غدا جاتو كريز فهمتي بقات 3 ايام يسدوا المطار فهذيك 3 ايام قطعنا حنا في الطياره عيطنا صيفطنا الكلبيه من هنا في الصين قال لك قطعت الكلبيه هذه ابر ضر هذيك السيمانه الاخرى ابر من بعد وانا نعيط على ماما قلت لها والله ما نبقى تنقصر راسي هنا قلت لها والله هذا البالكون غادي نتلاح منه وسبحان الله العظيم ديك الساعه تفتحوا المطارات تسدوا المطارات قبل 3 ايام وتسدوا المطارات يا بابا قال لي صافي غتجي وصافي وانا نجمع الحوايج ديالي خليت الحوايج تما وجبت شي حوايج قلالين عاد جيت المريو دابا عامر شويه احنا غادي خديجه نطلب الله سبحانه وتعالى يرزق التيسير وكما قالوا يبدل هذه الاحزان يبدلها افراح وقادر يا كريم قادر يا كريم والله يرزقنا ويرزق جميع المسلمين الطمأنينه والحياه المجيده والحياه هذا ويشوفوا في بنيتهم الخير والله يرضي عليهم جميعا والله يعاونك ويعاونو تهوى والسلام سيدة سيدة شكرا سيدة بابا تقول لك سيرية الزوينة سيرية الزوينة بابا مسكت لي الزوينة تجي تقول لها الزوينة بسلامة الزوين المهم البنات صافي غادي نخليكم دابا ما عرفتش غادي نقول لكم صافي صافي بارك الفيديو هذا المهم شوفوا صافي عادي اذا كما قلت لكم في الاول في الفيديو عادي ماشي انا اول وحده غادي نطلق صافي حتى هو هادشي ربي مكتبو صافي يلاه بالسلامه نتلاقاو في الفيديو الجاي وانا سمحوا لي نتعطل عليكم هاد الايام في الفيديوهات ظروف ما مش المهم احنا هي غادي صافي تلقى دابا هاد الشهر هذا عرفت راه صرحت لكم مره في السيمانه مره في داكشي المورال شويه ما كانش مزيان ولكن صافي دابا عادي طلقت ندير لكم شي عرس المره الجايه تحضروا معايا فعلت تارك غتنضحك يلا بسلامه باي باي.